هاي نواف، مساك الله بالخير. أنا فخور بك ابني العزيز. منذ أن كنت شابا صغيرا في مدرستك عندما كنت تنافس زملائك، والآن وأنت في عملك كنت من أخلص المخلصين ومن أوفى الرجال الذين يعملون بإخلاص وبجد وتفان في عملهم. ولدت يا نواف انت في مدينة الدمام، ولما ولدت كنت انا تقريبا توني داخل المدرسة في اولى ابتدائي. ولادتك يعني صراحة كانت فرحة كبيرة للعائلة، وكنت احبك كثير جدا. أنا أذكر في ولادة نواف كنت أعمل بالمنطقة الشرقية، وكان راتبي ضئيلا، وعندما حانت ولادة ابني نواف كنت أعمل مدرسا خاصا عند شركة القصيبي، وفوجئت بأن منحت من القصيبي بمبلغ 20,000 ريال، فكانت هذه مكافأة لي ومكافأة لابني نواف. نواف طبعا لما الولد حاضر برعاية أو اهتمام من الوالد والوالدة، ويعني أخذ اهتمام بالغ منهم بحكم إنه الولادة التالية كانت بعدها بفترة تقريبا 5 سنوات أو 6 سنوات، فكانت مميزة الطفولة بالنسبة لنواف. طبعا الطفل الصغير أهله حريصين عليه، فكنت أنا دائما أقترب منك لأني كنت أحبك كثير وأبوسك كثير. الابن نواف ما كان له أي ملحوظات طبعا في صغره، كان هادئا ومسالما يحبه زملائه. أذكر عندما كان طالبا في دار الفكر هو وأخيه عادل، عندما تخرجوا جاءني مجموعة من الطلاب عندما كنت مديرا عاما لدار الفكر، فقالوا لي إن ابنيك عادل ونواف كانوا مظلومين في المدارس لأنهم لم يزاولوا مراهقتهم باعتبارك مديرا للمدارس، كانوا قدوة لزملائهم ومنافسين لهم في دراستهم. بالنسبة لأيام دار الفكر، كان نواف من الطلاب الهادين، ما عمري أذكر إنه سوى مشكلة مع أحد الطلاب أو أحد الأساتذة. بالنسبة للنشاط، يعني ما كان في شيء معين يحب يشارك فيه، لكنه كان من الطلاب المتميزين والطلاب النموذجيين يعتبرون في دار الفكر. نواف كان في المدرسة طالب متميز ومسالم. أنا حقيقة أنا لا أتذكر أنه يعني سبب لنا مشاكل مع المعلمين أو مشاكل مع الزملاء والطلاب أبدا. وأثبت ذلك في المجال العملي وليس في المجال العلمي في الدراسة فقط، فها هو الآن يرتقي من مؤسسة إلى أخرى في الوطن، من ارتقاء إلى ارتقاء، من تميز إلى تميز. اللي اتذكره في ايام الطفوله وايام الدراسه الابتدائيه، كنا طبعا في الحاره، اهم يعني هوايه لنا انا ونواف كنا نتشارك فيها هي لعب كره القدم مع الجيران، وكنا ايضا نمارس السباحه في نادي الاتحاد، تعلمنا السباحه في نادي الاتحاد. من الأشياء اللي شكلت فارق كبير لدى المهندس نواف حسب وجهة نظري التحاقه بمدارس دار الفكرة الأهلية بجدة، شكلت شخصية رائعة وجميلة لدى نواف. الأيام الدراسية الأولى طبعا بحكم إني أكبر من نواف بسنة، ما كنا طبعا في نفس الفصل إلى سنة ثانية متوسط. عندما انتقلنا إلى دار الفكر، كانت دار الفكر أول أو أعلى صف دراسي كان ثاني متوسط، واتخذت قرار إني أعيد السنة هذه بعد نجاحي فيها، وكانت سبب في إني أكون مع نواف في نفس الفصل من سنة ثانية متوسط إلى أن تخرجنا من الجامعة. إذا ذكر اسم نواف فتتذكر الخلق الرفيع، الجهد المتواصل، الأدب الجم. طبعاً إحنا كنا في سنة ثانية متوسط في مدارس دار الفكر وتخرجنا من الثانوية، كان فيه يعني منافسة جميلة بيننا للتفوق. التفوق نواف في المرحلة الثانوية أهله للالتحاق بجامعة البترول والمعادن، اللي أتذكر أنه كانت في هذه الفترة الجامعة رقم 1، تخرج منها والحمد لله بالتفوق.
بعد ما تخرجنا من دار الفكر بتفوق ولله الحمد، كان رغبة الوالد إن إحنا نكمل الدراسة الجامعية في جامعة البترول والمعادن، وإحنا برضو كان لنا نفس الرغبة، لأنه زرنا الجامعة في ثالث ثانوي وأعجبنا بالجامعة. وأذكر إنه أيام يعني اختبار القبول كنا في يعني نصيف في أبها، وجينا أنا ونواف يعني مع بعض واختبرنا اختبار القبول، وأذكر إنه جاتنا النتيجة في نفس اليوم، يعني قبلنا في نفس اليوم وأخذوا الشهادات الأصلية، وكانت فرحتنا عارمة صراحة إنه إحنا يعني اجتزنا اختبار القبول بكل يسر. عندما تخرج نواف تقدم للطيران، فقبل في الطيران باعتباره كان يرغب أن يكون طيارا، ثم تقدم لجامعة البترول هو وأخيه، فكانوا من الذين شرفوا مدارس دار الفكر لاجتيازهم اختبار القبول بجامعة البترول. طبعا أنا اخترت لهم الجامعة، لكن التخصص هم الذين اختاروه، فتخصصه كان محبوبا لهم منذ أن كان في المرحلة الثانوية، كان يحب الهندسة الكهربائية، ولذلك كان موفقا إن شاء الله في عمله في هذا التخصص. طبعا أيام الجامعة اشتركنا أنا ونواف في نفس الغرفة، يعني تشاركنا على الحلوة والمرة 5 سنوات، كانت غربة طبعا بالنسبة لنا في البداية، لكن بعد كده طبعا تعودنا على الوضع. و يعني من الأشياء اللي أذكرها صراحة لما أخذت مواد كهرباء، أخذت طبعا كورسين كهرباء، فسألت نواف عن المواد هذه، فقال لي أضمن لك فيها تأخذ إيه، وفعلا ترى أخذتها ودرستها والحمد لله أخذت فيها إيه بفضل تدريس نواف. والأشياء اللي كانت يعني تنطبع في ذاكرتي أني كنت في فترة من الفترات عايش معاه في المنطقة الشرقية. اللي أذكره كمان أيام الجامعة كان عندنا سيارة، كنا يعني نتشارك نفس السيارة، كان الوالد الله يحفظه اشتري لنا أودي، واستلمت المفاتيح أنا، ومن ساعتها طبعا نواف ما كنت أخليه يسوق، يعني كنت متسلط عليه شوية، ويمكن هذا السبب أنه طلع غشيم. من الأشياء اللي ما تعرفوها عن نواف، يعني شخصية يحب المقالب الخفيفة، شخصية بيتوتية، أحيانا لما يجلس معاه يحب يستفزني ويضحك يعني علي كثيرا ويكايدني باللهجة العامية. ابني نواف يتميز بصفات كثيرة، من أهم صفاته علاقته مع الأطفال، فهو كثير المزاح، أحفادي جميعا يحبونه، وأطفال الأسرة كذلك قريبين منه وهو قريب منهم. فلما نجتمع في العائلة يحب يستفز الأطفال، فشخصية استفزازية، فنقول نضحك عليها ونحن نسميها بلهجتنا العامية كياد. نواف طبعا إنسان مرح، يحب الجلسات ويحب يعني الضحك مع الأهل في أيام الاجتماعات، وأيضا هو إنسان نقدر نقول عليه مجاد، صريح، ملتزم، وعنده إرادة قوية. نواف أنت بالنسبة لي أخ وصديق وابن في نفس الوقت. شخصيتك رائعة ومتميزة في العائلة، بار بوالديك، ناجح في عملك، تهتم بأسرتك كثيرا. خرجنا أنا ونواف كان في عام 1996، وكان الحمد لله يعني تخرج بتفوق، و بعد التخرج ذهبنا إلى جدة طبعا، واحتفلنا مع الأهل يعني بفرحة الشهادة، وبعدها يعني قعدنا نبحث عن فرص وظيفية، فاتجهت أنا إلى ينبع وقبلت في شركة بالرشد، وبعدها بأسبوعين نواف أيضا قبل في شركة بالرشد، واستمرينا من هذه الفترة في شركة بروشت. بالنسبة لي أول معرفة للأخ نواف الزهراني كانت في ربيع عام 2004،
عندما انتقلت إلى بروشت كمدير عام للصيانة والتشغيل، وكانت أول المهمات بالنسبة لي إعادة هيكلة إدارة الصيانة. كان الأخ نواف في ذيك الفترة مشرف صيانة في قسم الكهرباء، وكانت استراتيجيتنا في إعادة الهيكلة محاولة الاستفادة القصوى من طاقات المهندسين، فقررنا يعني تحويل كل المهندسين من مهمات الإشراف إلى البروفيشنال ليدر. كان المفهوم في ذاك الوقت أنه هذا تعتبر داون جريدينج، وكل واحد تحدثت معه بقيت في النفس أشياء إلا نواف. حقيقة أول ما جلست مع الأخ نواف وشرحت له التغيير، كنت أنا والأخ أبو عمر أحمد فازع كان مدير الصيانة، فكان ردة فعله حقيقة تركت أثر في نفسي إلى اليوم. كان إيجابي جدا، متفهم جدا، حتى بعد ما غادر يعني غرفة الاجتماعات قلت للأخ أبو عمر هذه الخامة تحتاج عناية، وأنا صادق. والحمد لله يعني كانت يعني انطباعاتنا في مكانها وحدثنا في مكانه، ووصل الأخ نواف إلى ما وصل إليه. معرفتي بالأخ نواف زهراني أبو خالد بدأت في نهاية عام 1996. كانت كان أول لقاء مع أبو خالد خارج المملكة في مصنع لألفا لافال في أمريكا، كان في شهر رمضان، كان عبارة عن حضور دورة تدريبية واختبارات أداء لمعدات اشتريناها من ألفا لافال. الظروف اللقاء كانت يعني مختلفة، كان أول لقاء مجموعة من الشركة، كان الأخ نواف أصغر الموجودين هو والأخ عيد الصبحي، أيضا كان نواف مهندس الكهرباء الوحيد في المجموعة، الباقيين كيميائيين أو ميكانيكيين، فكان لقاء يعني مميز ولا زال في الذاكرة من عام 1996. معرفتنا بنواف كانت في بداية 2014 لما التحق بشركة بالرشد. صراحة كان لي انسبيريشن عالية اني اقابل مدير عام في سن نواف، بدأ يعرفني بالشركة وبدأ يعرفني بنفسه، ومن هنا بدأت يعني مرحلة جديدة في العمل معه، وبدأنا نتعرف يعني على الشغل مع بعض. فبالضبط كانت في 2014 في شهر 2 فبراير 2012 جتني مكالمة بعد الظهر وأنا كنت في شركة ينساب من شخص، السلام عليكم. وعليكم السلام الأخ ماجد. نعم، كان معك نواف الزهراني، عندك مقابلة في بالرشد بعد بكرة. هذه كانت أول رسالة أسمعها من نواف الزهراني. وطبعا جيت في اليوم حق المقابلة، فكان أول إمبريشن أشوف فيه أبو خالد شخص عنده كاريزما، شخص بوزيتيف مبتهج، وأيضا فيرم، أسئلة واضحة ويعني كلير إند، الأسئلة حقته كانت في الريبلاي والوضوح. هذه تقريبا بدايتي مع نواف. بسم الله الرحمن الرحيم. أول مرة أقابل فيها نواف الزهراني أبو خالد كان تقريبا في أول يوم تعين فيه في الشركة، أخذني رئيسي عبد الرحمن الثبيتي، ووقتها كان جي ام حق الاوبريشن، واخذني وعرفني على الاذر جينرال مانجرز في الشركة، وكان واحد منهم نواف. وهذه كانت يمكن أول مرة أقابل فيها نواف الزهراني أبو خالد. طبعا أنا التحقت ببرشت تقريبا قبل 6 شهور، معرفتي بأبو خالد كانت سابقا بالاسم، شخص معروف لدى تقريبا أغلب الشركات كجي ام في برشت. لما جيت هنا قابلته تقريبا حول 2 أو 3 أيام، وبعدين طلع هو شهر تقريبا كان الأودت، فكان الانتراكشن في البداية تقريبا يعني very limited، لكن لما رجع بدأنا نشتغل مع بعض وتعرفنا على بعض أكثر. وسبحان الله يعني لما توطدت العلاقة وبدأنا نفهم بعض أكثر جاء خبر النقل، فكان يعني مفرح لنا وفي نفس الوقت محزن أنه هو الليف.
الحقيقة أنا ما كان لي الشرف التعرف على الأخ نواف من فترة طويلة، يمكن احتكاكي الأكبر بالأخ نواف هو طبعا حتما بعد انتقالي لشركة بالرشد. من نحسب الفترة تقريبا حوالي من ديسمبر 2014 إلى الآن قرابة 8 أشهر أو 9 أشهر، لكنها حقيقة كانت فترة كافية إنه أعمل مع الأخ نواف وأتشرف بالعمل معه في حقيقة مواقف يعني ما هي بعيدة عن مواقف العمل في المناطق الأخرى. يمكن من أهم الأشياء اللي ميزت هذه الفترة إنه حقيقة كانت فترة مليئة بالتحديات. صداقتي بأبو خالد تمتد لأكثر من 20 سنة من أول ما التحقنا بابن رشد، وحقيقة كان نعم الأخ والصديق لي ونعم الموجه. تشرفت بمعرفته خلال 20 سنة وأكثر، وعملت تحت إدارته واستفدت منه الكثير في مجال الحياة العملية وعلى مستوى الحياة الشخصية. أنا تعرفت على أخ نواف الزهراني من خلال بداية عملي في بالرشد. طبعا ما كنت أعرفه قبل ما أنضم لشركة بالرشد في عام 96، وكانت معرفتي بنواف الزهراني أولا عن طريق أخوه عادل الزهراني. عادل الزهراني كان معايا في نفس المصنع في الأروماتكس، وكان مجاور مكتبه لمكتبي، وبحكم العلاقات اللي انبنت بيني وبين عادل والزيارات المتبادلة مع بعضنا سواء في العمل أو خارج العمل، تعرفت على نواف أيضا، وعرفت أن نواف الزهراني أيضا زميل لنا في بالرشد في البوليستر وقتها كإلكتريكال إنجينير في قسم الصيانة. بدايتي مع أخونا نواف أبو خالد تتجاوز 7 سنوات، كانت بدايتنا في عن طريق مجموعة أو منظمة ينمو في مجموعة الصيانة في ينبع، وكان حقيقة نواف هو ممثل بالرشد في ذاك الوقت، وكان بحكم وجودي كمنسق للمجموعة أعتقد أنه كان وقتها في اتصالات كثيرة وتنسيق كثير بيننا. ومن ذاك الوقت حتى الآن طبعا علاقتي مع نواف ما مستمرة ودائمة وإن شاء الله إلى الأبد بحول الله. علاقتي مع الأخ نواف في العمل كانت علاقة يعني مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، وحقيقة أيضا التناصح في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة. ما وجدت من الأخ نواف إلا تعاون لا محدود إيجابي في كل المواقف. أذكر يعني يوم من الأيام يمكن أزعجتهم ببعض التفاصيل، وكنت أطلب تفاصيل يعني كثيرة جدا حتى أنه اضطريت أجلس معه إلى العشاء، ولم يعني يظهر عليه أي بوادر تذمر، بل اليوم الثاني تفاجأت مرسل لي مزيد من التفاصيل، يعني أغنتني عن المزيد من الأسئلة. الشغل مع نواف جدا ممتع. أنا ونواف اشتركنا في كثير من الأعمال اللي كان ليها صدى رائع على مستوى سابق، وعلى مستوى حتى مو بس بالرشد، على مستوى سابق أوفرول. كنا دائما نجتمع كل أسبوع نطلع بمشروع جديد. المشروع ده كان الحمد لله دائما الشركات تاخده as best practice أو أحد من التجارب المميزة على مستوى شركة بالرشد. فكانت أول عمل بدأنا أنا وهو فيه تقريبا كان اللي هي الايج انت ديستريبيوشن عندنا في الشركه. فبدينا نحلل اعمار الشباب وبدينا نطلع بنتائج، وكان هذا واحد من المشاريع المميزه يعني اللي كانت على مستوى سابق بيست براكتس. واول رئيس مباشر لي في برش كان ايضا نواف الزهراني، وكانت يعني ريليشن مليئه بالابداع والبوزيتيفيتي العاليه، الدعم، الكوتشينج، سبورتينج، كان يعطيك مساحة كبيرة دائما في قراراتك واتجاهاتك، وتكون أيضا يعني تخدم في النهاية أهداف بالرشد. أنا نظرا لوجودي في المالية فيمكن ما تكون في علاقة مباشرة مع أبو خالد في العمل، لكن علاقتي مع أبو خالد في العمل جاية من جهة اجتماعات مجلس الإدارة بحكم أني سكرتير مجلس الإدارة،
فعملي كثير مع ابو خالد في هذا المجال من ناحيه اعداد الريبورتات ومن ناحيه اعداد الباكج حق المجلس. الحقيقه العلاقه بين الاخ نواف انا بحكم اني عملت في الصيانه من قبل واعرف تماما العلاقه ما بين الصيانه والتشغيل، فهي دائما علاقه تتسم بالنديه والتحدي، ودائما التكنيكال ديبارتمنت هم اللي يحاولوا دائما ان يوفقوا بين الاوبريشن والمينتنس. فلما اتيت حقيقه الى ابو رشد وعملت مع الاخوين الفاضلين، يعني سواء كان الاخ نواف وهو يعني مدار حديثنا اليوم، او مع الاخ خالد الغامدي، وجدت انه بالفعل الامور يعني ماشيه باتساق تام، فيه نوع من الانسجام الكبير جدا بين الثلاثه ديبارتمنتس. الحقيقة التحديات اللي واجهتنا كنا بالفعل كانت كفيلة بأنها توحدنا في أن نواجه هذه التحديات. أبو خالد في العمل من الناس المتعبين حقيقة، الستاندرد عنده عالي جدا، وعشان تستطيع أن ترضي طموح أبو خالد في العمل لازم تبذل قصارى جهدك في الإنتاجية، هاي كواليتي هاي كوانتيتي، ولكني كنت أتلذذ بكل لحظة في العمل معه، كنت أتعلم أشياء جديدة في كل تاسك وأسايمنت هو يعطيني، فاستفدت كثير. أبو خالد أدين له بالفضل بعد الله في إعطاء الثقة في نفسي. بداية عملي كان نواف الزهراني في قسم البوليستر، وما كان له علاقة في الأروماتيكس، كان البوليستر وقتها تحت بداية التشغيل، بينما احنا في مصنع الاروماتيك كنا في مرحلة انشاء وبعدها تشغيل. مع الايام انتقل عاد عملت الشركة ريورجنايزيشن وريستراكشر للمنظومة الادارة عندها، واستمر نواف الزهراني كالكتريكال انجينير يخدم جميع مصانع شركة ابو رشد، واحنا بحكم ان واحد احد هذه المصانع كانت في علاقة بيننا وبينه كمهندس كهرباء يخدم مصنع الأروماتيكس كما يخدم المصانع الأخرى. كان في علاقات عملية كثيرة بيني وبين نواف من خلال يعني إيجاد حلول لبعض المشاكل، عملنا أيضا في خلال من خلال السيارات الدورية كفريق عمل واحد يخدم الأروماتيكس. بعد كذا انتقل نواف الزهراني للعمل كمخطط للمدير التخطيط للصيانة، وفي وقتها كان بحكم كثرة الصيانة الدورية للأروماتيكس اللي تعتبر تقريبا شبه سنوية، كانت العلاقة أقوى مع نواف الزهراني، وبدينا كعلاقة عمل تكون أمتن وأقوى. كان يرأسني في كمدير عام للصيانة، وحقيقة كان تواصل بيننا دائم. نواف حقيقة يعطي السبيس للعمل، وكنا يعني إذا جيت بسوليد كيس أو بشيء معين دائما ألاقي الدعم والسبورت منه، وهذا حقيقة متواجد طيل فترة عملي معه. كانت علاقتي في أبو خالد في بدايتي هو كان رئيس المباشر، فكنت أتعامل معه بشكل يومي، وكوني جديد في أسرة أبو رشد كان يعطيني اهتمام أكبر، وقد يكون يعطي الجميع لكن أنا أحس أنه يهتم فيني بشكل كبير وقتها، وكان يعطيني دائما مساحة من الإبداع، وهذا اللي لمسته واللي فعلا أثمنه. حقيقة استمتعت في العمل معاه بهذه الطريقة، تعلمنا أشياء كثيرة من بعض، فكانت فترة ممتعة حقيقة وشيقة وكلها تحديات. نواف يعني طاقة جبارة ما شاء الله، في جد يعني كبير جدا، واهتمام يعني عالي بأمور العمل. اللي يميز نواف في العمل الجدية، وأيضا محاطة دائما بروح يعني النكتة والظرافة في نواف حتى في أحلك الظروف. نواف يعني معروف في العمل من بداياته، يعني جاد ملتزم مثابر ايضا متعاون مع الجميع، دائما العمل بروح الفريق الواحد يعني ميزه من ميزات نواف. ايضا نواف كان يعني متميز في اداء كل المهام اللي توفر اليه،
سواء كانت مشاريع أو مهام في العمل، وكان إنجازها يتم يعني بطريقة جيدة وأيضا فعالة، ويكون فيها تنمية للفريق اللي يشتغل معه. نواف من الأشياء اللي تذكرني بالشركة، اشتغل في مشروع الساب الأول للشركة، اشتغل في مشروع فنار، اشتغل في عدة يعني مشاريع أخرى خصوصا ما يتعلق بالكوميشنينج والستارت اب في المراحل الأخيرة. الأخ نواف أيضا يتميز ميزة يعني حقيقة فريدة جدا، ما وجدت في يوم من الأيام يرضى على الحالة الراهنة في العمل، دائما يعني يعمل على التطوير المستمر. أيضا وجدت يعني يحقق توازن مثالي جدا بين حقوق الشركة وحقوق الموظف، يعني بدون طغيان طرف على طرف. كان في نفس الوقت حازم ولكنه يعني مقبول من فريق العمل اللي يعمل معه. فالشغل مع أبو خالد صراحة يعني مميز، يتميز إنه يخلي الإنسان يفكر خارج الصندوق، يطلع بأفكار جديدة. فنواف يعني combination of leadership يعني صراحة يستاهل إنه يكون في ليفل أعلى من GM. سرعة البديهة في اتخاذ القرار، سرعة البديهة في الخروج من المواقف. أبو خالد صراحة يعني من الناس اللي دائما داعمين ودائما صاحب أفكار جديدة وأفكار بارقة ولماعة في 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 البرزنتيشنز، يعني دائما نرجع له في الـ في الفاينل ستيب على أساس يعطينا التصور حقه. أبو خالد عادة في البرزنتيشنز دائما الفاينل تاتش دائما تكون عنده هو، لأنه حقيقة له يعني ذوق ولو إبداع في في عملية البرزنتيشنز هذه. نواف شخص عجيب يترك بصمته على أي شخص يتقابل معه، شخص ملتزم سبحان الله بشكل يعني زائد يعني، وتلاحظه بشكل يعني مثير سبحان الله في عمله. عنده التحدي عالي جدا، لا يقبل بالأمور المسلمة، يبحث عن الأفضل دائما، و ويشتغل مع الشباب بحيث أنه نقدر نطلع أفضل ما عندنا. عنده قدرة على العمل بشكل عالي جدا، كاباسيتي عنده سبحان الله عجيبة تستغربها يعني. شخص لماح ذكي، يعرف ماذا يريد وكيف يحققه ويعمل على ذلك. فهذه من أهم ميزات أبو خالد، منظم جدا، واثق في خطاه، واثق في أفكاره، ومبدع. الأخ نواف من الناس الذين يعني يأتوا للعمل بشكل مبكر، ربما يأتي الأول على مستوى مبنى الإدارة على الأقل، وأحسب أنه كذلك يغادر الآخر. في فترة رمضان الماضية على سبيل المثال يعني كنت أشك أنه الأخ نواف أنه يفطر مع أهله، لأنه كان يتأخر وكنا نخرج على الساعة السادسة أو حولها وهو لا يزال موجود في المكتب. نواف الزهراني في شخصية عملية مثابرة جدا، يمتاز بالحرص على الإنجاز، جودة الإنجاز وجودة الإنجاز في وسرعة إنجاز العمل المطلوب منه حسب ما هو مرتب له. نواف الزهراني لا يحب أن يترك شيء للصدف، تجد نواف الزهراني دائما يطلب أن يعني يستحضر المستقبل، محاولة الإجابة عن أسئلة قد تحدث أو إمكانية حدوث أشياء لم تطرح وقت طرح أي مهمة للعمل. نواف الزهراني على قولتهم بالإنجليزي high demanding. أبو خالد نواف حقيقة من الشخصيات اللي طموحها جدا عالي، ما له سقف حقيقة، يمكن زي ما يقولوا السقف هو السكاي، أقدر أعتبره جنريتر أو very demanding person، دائما يطلب ودائما يتابع. من ميزات نواف حقيقة الهاي كونسين اوف اكيوريسي، عنده الاكيوريسي مهمة جدا،
يحب يتأكد من التفاصيل الدقيقة جدا عشان جودة العمل أو الكواليتي. حقيقة نواف يحب التفاصيل اللي تشمل جميع السيناريوز يفكر فيها، فتلاقيه ملم بكل الشغلات اللي ممكن تحصل أو ما تحصل عشان نكون مغطينا واخذينها في اعتبارنا. إبداع أو عصف ذهني مستمر يعيشك في جو دائما تتوقع أنك وصلت مرحلة معينة من الجودة في أداء عملك، تلاقي أبو خالد يفتح لك أبواب جديدة في أنك تطلع بشيء أكبر وأكبر. لو يعني ناحيتين مختلفتين، الناحية الأولى ناحية كذا فيها نوع من المرح، أبو خالد لما يكون موجود في الميتنج دائما يعطي نوع كذا من المرح في الميتنج. والناحية الثانية حقيقة الفكت الجد، أبو خالد جدي جدا. يمكن ما يميز نواف الزهراني الالتزام بالعمل، تحفيز الآخرين على أداء العمل والالتزام بأداء العمل على أكمل وجه. أيضا اهتمام نواف الزهراني في أداء الموظفين غير المباشرين له إداريا، الحرص على السؤال عن مستوياتهم، الحرص على تطويرهم، الحرص على تحفيزنا لعمل برامج تدريبية متقدمة جدا لهم. نواف الزهراني من الشخصيات اللي عملت في الشركة، أثرت في الشركة إداريا وعمليا، أثرت في الموظفين المباشرين للعمل تحته. نواف حيكون له مستقبل زاهر إن شاء الله في سابك، أكيد حنخسره في بالرشد ولكن سابك حتكسبه وإحنا حنكسبه بطريقة غير مباشرة إن شاء الله. فلو إبداعاته اللمسات اللي أنا تخدمني في الكواليتي وتخصصي، فكنت أستمتع يوم أتعامل مع أبو خالد لأنه يعطيني إنسايت كبير في أداء مهامي. طبعا كل علاقتي مع الأخ نواف كانت في حدود العمل، ووقف العمل في بالرشد يحتم يعني أنه نقضي معظم الوقت في الشركة، لكن يعني أذكر يعني الأخ نواف بعدما تم ترشيحه للـ EMBA كنت أتوقع أن يكون فيه يعني تأثير على العمل، وخاصة نحن كنا في فترة حرجة جدا، كانت المشاريع مشاريع بالرشد والمصطفى البيك، لكني وجدت نواف يعني كان قائم بأداء المهام المتعلقة بالأعمال الشركة على أفضل ما يكون وأحسن يعني مستوى، وفي نفس الوقت ما شاء الله ما أخل بدراسته في الـ MBA وأكملها بنجاح أيضا، وهذا دلالة على قدراته وطاقته اللامحدودة. من ضمن المواقف اللي أثرت علي في شداون، كنت أشوف أبو خالد وهو كان سينيور مانجر في المينتنانس، كان الجو حار جدا وكنت أشوفه مع التكنيشنز، زملاء التكنيشنز والسوبرفايزرز في الفيلد، وحرارة الشمس يعني واضحة أثرها عليه والعرق تصبب منه، وكان يساعد التكنيشنز والسوبرفايزر بيده. فكنت أسأل نفسي أنا أقول يعني نادر ما تلاقي سينيور مانجر ينزل من مكتبه في جو مثل هذا ويشتغل مع زملائه فقط من أجل الأمانة اللي هو يحملها ومن أجل أنه ينجز عمله على أكمل وجه. فهذا المشهد إلى الآن ما زلت أتذكر اللحظات هذه من أبو خالد. صراحة في مواقف كثيرة أنا ونواف تنطبع في الذاكرة، خاصة في الاجتماعات، دائما بنجتمع في EDC meeting أو في اجتماعات يعني كده، فدائما بيكون في اكشنز بتطلع من عندنا انا وهو، فيكون في توافق للاراء في كثير من الاوقات. يعني قام ابو خالد في الباص واحنا راجعين من البرنامج وذكر انه يعني في جندي خفي وراء المجهود هذا، وذكرني بالاسم، وحقيقه يعني احسن فيني الظن، الله يجزاه بالخير، كان لها اثر يعني كبير في داخلي واشكر على الشيء هذا. أنا يمكن ما أتكلم عن موقف بالتحديد، لكن أتكلم عن يعني إذا أردت أن يعني أشرح الأخ نواف من خلال النمط الشخصي. طبعا هناك دراسات كثيرة جدا في يعني تحليل الأنماط الشخصية، وأنا أحسب أن لي اهتمام بسيط في هذا الأمر،
في بعض الناس تحتار يعني في قضية تفسير النمط الشخصي له، وفي بعض الأشخاص يعني يكون واضح جدا. فالأخ نواف بالنسبة لي أنا أحسبه أنه من الناس اللي هم ahead of time. طبعا إيش معناته كلمة ahead of time؟ هذه يبغى لها شرح، وأنا أؤخر هذا الشرح لوقت اللقاء إن شاء الله تعالى في يوم الحفل التكريمي. في أشياء كثيرة مع نواف بحكم اتصالنا مباشر مع بعض، لكن حقيقة نواف أنا يعني أتساءل متى ينام. نواف ما شاء الله تبارك الله يتواصل معي فترة الدوام وخارج الدوام، حتى أحيانا في الساعة 1 في الليل، وبعض الأحيان الساعة 3 مو كل المرات عشان ما نظلمه، لكن حقيقة فترة طويلة فتساءل متى ينام. هذه من الأشياء اللي مطبوعة في الذاكرة. كذلك نواف في بعض الأحيان تلاقي متواجد في قلب الحدث يعني من بعيد من مسافة، ويكون إذا احتاج الأمر داعم للشغلة اللي بنقوم فيها. فهذه من الأشياء اللي تميز حقيقة نواف من خلال تعاملي معه. في العلاقة بنواف يعني داخل وخارج العمل يعني علاقة مستمرة. في ظروف بالرشد يعني نقضي أكثر وقتنا داخل الشركة، وخارج العمل في الغالب يكون حول يعني أعمال الشركة ومتابعات خاصة بالشركة. يعني العلاقة مستمرة مع نواف داخل وخارج الشركة، لكن في الغالب تدور حول أعمال ومهام الشركة. نواف يعني كشخص يعني هو متفاني في عمله، فتقريبا حياته أو يومه يبدأ في العمل وينتهي في العمل، الوقت الباقي من وقته بيكون مع الأهل أو مع أسرته خارج العمل. فهو يعني عنده كباسيتي عالية في الشغل يعني، فما بيقدر إنه يوفق بين يعني إحنا ما بنقدر إحنا نقابله خارج العمل لأنه بنكون بنشوف العمل طول اليوم. الحقيقة للأسف ما جمعتني بالأخ أبو خالد أي علاقة خارج العمل، وكنت أتمنى حقيقة إنه يعني تطول المدة في مزاملة الأخ نواف بحيث إنه تتطور هذه العلاقة إلى علاقة خارج العمل. كنت أتمنى حقيقة كذلك إني أسافر مع الأخ أبو خالد. صحيح سافرنا في سفرات قصيرة جدا إلى الجبال وإلى الرياض، فما كانت حقيقة فترات كافية جدا إنه نحتك ببعض بشكل أكبر. لكن كما أفهم إنه كثير من سافروا وعاصروا الأخ نواف خارج العمل يعني يودوا بالفعل تكرار هذه التجربة. يعني نواف خارج العمل صديق وأخ. أنا زي ما قلت سابقا تعرفت على نواف عن طريق أخوه عادل الزهراني، بنت بين علاقة كانت أقوى مما هي الآن خارجية، لأنه بحكم ما كنا متزوجين كانت لقاءاتنا كثيرة ومستمرة يعني طوال الأسبوع، نهاية الأسبوع حتى لما نسافر جدة يكون بيننا لقاءات واتصالات. الآن يمكن فيه اتصالات بالتلفون بحكم العمل. يعني باختصار كانت صداقة مبنية على صدق وإخلاص بيني وبين أبو خالد، ولا زالت وستستمر إن شاء الله تعالى. وعلاقتي مع أبو خالد حقيقة يمكن أنا أحسد نفسي عليها، لأنه علاقتي مع أبو خالد ما اقتصرت على العمل فقط، كنا نلتقي خارج العمل، وهذا يمكن سر أذيعه أول مرة، أنه أبو خالد أكثر شخص يمكن كان يوجه له دعوات أنه نطلع برا في مقاهي أو في استراحة أو حتى نسافر برا السعودية. طبعا ما حنقول ليش نسافر برا السعودية، نحتفظ فيها لأنفسنا يعني. فكنت أتشرف بهذه الدعوات اللي كانت تجيني منه، سواء كانت على وجبة فطور أو على كوب قهوة أو على حتى سفر لمدينة جدة أو أي مكان ثاني، وهذا دليل على عشمه فيه وعلى أنه يقدر الصداقة اللي بيننا. نواف دائم بنكون على اتصال يعني بحكم يعني وجودنا خارج العمل في أوقات بسيطة، اتصالاتنا بالجوال أو بالرسائل متواصلين. عندنا جروب حقيقة جروب الصيانة في الواتساب، بيننا تواصل دائم مع المجموعة، وبنكون دائما على أخبار بعض واتصالات مع بعض في هذه الأوقات. والله يمكن ما في موقف طريف، لكن فيه موقف يعني ظنه جدير بالذكر. يعني قبل ما أخرج من الشركة بأشهر يعني قليلة، كان في طلب من إدارة المانيفاكتشرينج
على أساس إعداد برنامج تدريبي لسابك فيما يخص البي مودول في السابق. وعندما طرحت الفكرة على الأخ نواف أبدأ حماس كبير جدا، وبدأنا حقيقة في يعني إعداد بعض أو جمع بعض المعلومات، لكن ظروف العمل في ذيك الفترة كانت قاسية وأنا ما طولت بعدها، ولكن أتمنى أن الأخ نواف يعني يحافظ على هذا الهدف وإن شاء الله يتحقق على يده. لما أحضر لي موقف واحد لنواف، لأن يعني من ميزات أبو خالد يعني روح النكتة والظرف دائما في تعامل أبو خالد. فأنا من يعني معرفتي بنواف من أول كوميشنينج في الشركة في مصنع البي تي عام 98، وأنا زلت أذكر كيف كان أبو خالد مع فريق الكهرباء، وهم عادة يشتغلون كفريق كل المهندسين، معظم مهندسين الكهرباء كانوا جادين وفيهم نوع من الصرامة والحزم، خلاف نواف اللي كان يعني يضفي على الفريق هذا نوع من المرح والنكتة. ولنواف أيضا ضحكة متميزة، يعني قد تكون يعني سمة يعني واضحة وبارزة في نواف. من المواقف اللي دائما نلاحظها أو ألاحظها أنا وممكن بعض الشباب في أبو خالد أثناء الاجتماعات، أبو خالد إذا حضر اجتماع في حاجة مهمة لازم يسويها، أول ما يدخل الاجتماع أو أول ما يبدأ البرزنتيشن يبدأ أبو خالد يدور على هذا البوينتر، فإذا ما كان فده أبو خالد يضيع في الاجتماع. فأذكر من المواقف الطريفة إنه مرة كنا في اجتماع مجلس إدارة في الرياض وما كان في بوينتر، فبعد الميتنج مباشرة جاني أبو خالد قال لي لازم يكون معك في شنطة اللابتوب البوينتر هذا جدا ضروري. أنا حقيقة ما أخذت الموضوع يعني بأهمية وسبته. فجينا قبل الاجتماع اللي بعده اللي كان برضه في الرياض، ولا لقى السكرتير حقه جايب البوينتر هذا ويقول خذ هذا لازم يكون معك. ففعلا أبو خالد بدون ما البوينتر هذا ما يقدر إنه بعد في الاجتماع. الأخ نواف لديه يعني روح فكاهية، هذه لمستها فقط في بعض الأوقات التي كنا نتناول فيها الغداء سويا. كنت أنا من الناس الحقيقة في الديسكشن أجادل، وهو أعطاني المساحة دي أني أخذ راحتي فيها، ولكن وجه لي إنذار في نفس اللحظة أن هذا كلام ما ينطبق عليه هو. فمثل الخطيب اللي كان يأمر بالصدقة والصلاة إلا على عائلته. في موقف يمكن من المواقف الطريفة بيني وبين أبو خالد في داخل العمل من خلال أحد السيارات الدورية، كنت أنا جيت تقليد أحد موظفين الشركة، زميل لنا كان شغال في قسم الفحص في الانسبكشن، وكنت أنادي عليه في الراديو، كان يظن أبو خالد أنه نفس الشخص اللي يكلمه هو نفس الشخص الألماني اللي في الانسبكشن، كان اسمه شريكولي، كان مدير الانسبكشن. وكانت هذه من أحد المواقف اللي كانت تستدعي أبو خالد لأنه يخرج من حالة الاسترس والضغط للضحك، يعني لما يطلع برا المكتب كذا ويلاحظ ان انا كنت اتكلم يرجع يضحك ويبتسم ويرجع يكمل شغله. يعني من هذه من احد المواقف اللي بيني وبين ابو خالد وافتكرها ويفتكرها في خلال عملنا في الصيانه الدوريه. يعني نواف حقيقه دائما تلاقيه فوكس، دائما مركز، يعني من نادر ما يعني تلاقيه يضحك في موقف خاصه لو مركز فيه، بس اذا ضحك يعني حقيقه تستمتع انه تشوفه يضحك لانه يضحك بقلبه، فهذه من الاشياء اللي تميز نواف. الشغله الثانيه حقيقه بحكم عملنا وقربنا من بعض خاصه من جانب البلاننج والتخطيط والصيانه، فبرغم حتى نواف راح الاوبريشن الا انه دائما يثرينا بدخول المعلومات في تفاصيل التخطيط وما نقدر نمرر عليه اي حاجه نظرا ل خبرته، فدائما يعني يكفشنا. فيها حقيقة دائما أنا ما أحب أدخل في مقارنة بين الأشخاص، لكن عادل الزهراني أخو نواف جاري في المكتب، فأنا أكلم من أبو خالد أقول له سبحان الله، يعني عادل بالنسبة لي أوضح منك، وأشوفه كمان لا مؤاخذة على الكلمة أصدق منك في سريرة، بس المشكلة أبو خالد إني ابتليت بحبك أكثر من عادل. أتمنى الأخ نواف التوفيق والنجاح، والأخ نواف يعني ترك أثر واضح
محليا في أبو رش، وإن شاء الله يترك تأثير عالمي في موقعه الجديد، وإن شاء الله أنه نراه في موقع يرضيه ويرضينا بإذن الله. نحن لا شك يعني سنفتقد الأخ أبو خالد، ونوجه له حقيقة رسالة يعني شخصيا وعن الزملاء، أن يعني فقد أبو خالد سيكون غالي ومكلف، لكن نتمنى لأبو خالد أن يستمر في نفس الطريقة والأسلوب، المثابرة، الاجتهاد، العمل بروح الفريق الواحد، حتى إن شاء الله تعالى يستمر من حسن إلى أحسن. أبو خالد ترك بصمات إيجابية كبيرة في شركة أبو الرشد في وقت مهم ومميز في تاريخ الشركة، ولن ينسى يعني فضل وجهد أبو خالد في الشركة. نتمنى إن شاء الله تعالى دائما نسمع عن أبو خالد أخبار طيبة وممتازة، وأيضا نتمنى أن يسمع أيضا عن أبو الرشد أخبار طيبة وممتازة كثمرة للجهود اللي زرعها وغرسها أثناء العمل في أبو الرشد. نواف طبعا حيوحشنا كثير، هو رول موديل على ديفرنت يعني اسبكت. هذا الرجل تحليلي، يحب ياخذ ديسيجن او ياخذ قرار بعد ما يكون يعرف ايش الريزولت فيه. فانا اتمنى لنواف كل الخير، واتمنى له انه ربنا يوفقه، وانا متاكد ان نواف كواحد من اسره أبو الرشد هيكون صورة، هيعكس صورة مميزة عن الشركة وعن إخوانه الموظفين اللي يشتغلوا معاه هنا. أنا أتمنى له كل التوفيق، وأنا أشوف إن مكان نواف لو حيروح على الجبال إن شاء الله الستيشن الجاي حتكون في الرياض في مكان أعلى، وإن شاء الله ربنا يوفقك في أي مكان تكون فيه، لأنك أنت ليك بصمة واضحة في أبو الرشد، وحيكون ليك بصمة واضحة في أي مكان حتروح تشتغل فيه. حقيقة يصعب علينا نفقد نواف في الشركة، ولكن هذا يعني ديدن الأمور بشكل عام، وأبو الرشد ولادة في يعني القياديين، وأبو خالد نتمنى له التوفيق في يعني عمله الجديد وانتقاله إلى الجبيل، وإن شاء الله الأعلى والأعلى والأفضل. ونشكره، أنا أشكره شخصيا على دعمه واحتضانه لي في موهبتي في البداية، ودعمي كرئيس أول لي مباشر في الشركة، وأتمنى له كل التوفيق. الله يعطيك العافية أبو خالد، شكرا لك. أتمنى لأبو خالد كل توفيق ونجاح، وأبو خالد من الناس المجتهدين، من الناس الجادين في العمل، من الناس اللي دائما عنده أفكار جديدة، من الناس اللي دائما تعتمد عليه، من الناس اللي في أي موقف تحطه يبدع. أتوقع له إن شاء الله نجاح، من نجاح إلى نجاح إن شاء الله أكثر، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نشوف في المناصب بإذن الله تعالى. التوفيق أبو خالد. طبعا نتمنى التوفيق لأبو خالد، ونتمنى أنه يستمر على نفس الخطى، ونراه إن شاء الله في أفضل المواقع، وهذه أنا أعتقد اعتقاد جازم أن خطوة في الكارير حقه، وإن شاء الله أنه خطوة للأمام، ونراه إن شاء الله واحد من الرؤوس الكبرى إن شاء الله في سابق. الأخ نواف من الأشخاص المميزين الذين التقيت بهم، وأظن أنه له مستقبل بإذن الله عز وجل باهر. طبعا الأخ نواف له مميزات كثيرة جدا، ويعني يأخذ نفسه بالعزيمة، وهذا واضح جدا من شخصية الأخ أبو خالد، وشخص يتصف بهذه السمات أتوقع أنه سوف يكون له بإذن الله عز وجل مستقبل باهر، وهذا يعني سنة الله عز وجل في خلقه، فلكل مجتهد نصيب. وأنا أحسب أن الأخ نواف مجتهد وغاية في الاجتهاد، وبالتالي أتمنى من الله عز وجل أن يرزقه التوفيق والسداد في عمله الذي هو الآن ينتقل إليه في الجبيل. أتمنى له حقيقة الحياة الأسرية المستقرة، أتمنى له ولأبنائه الحياة السعيدة الكريمة بإذن الله عز وجل. طبعا أنا أوجه رسالتين، الرسالة الأولى لأبو خالد بأن الله يوفقه في حياته القادمة، وأتمنى أن يظل اتصاله معنا
مع زملائه في شركة ابن رشد مهما كانت الظروف، وحنظل احنا نتواصل معاه للاستنارة بأفكاره وآرائه. والرسالة الثانية أقدمها لخليفة أبو خالد، أقول الله يعينك على الحمل، لأن أبو خالد سيتعب من يأتي بعده. ختاما أقول لأبو خالد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك ويكتب لك الخير محل ما تكون. أتمنى لك التوفيق والمزيد من الازدهار، وإن شاء الله تكون هذه باب خير لخطوات أخرى في درجات أعلى في خدمة هذا الكيان العظيم سابق. بالتأكيد ما تم اختيارك لهذا المنصب وهذه النقلة إلا لكفاءتك وجودتك ولمعرفتهم بما يحمل أبو خالد من إمكانات. سوف تدعم موقف سابق الاستراتيجي والمالي والصناعي بين زميلاتها من الشركات الكبرى في العالم. أقول لأبو خالد أكيد هو ما راح ينسى فضل ابن رشد عليه، ولا راح ينسى زملائه، لأنه أبو خالد وفي وطبع الوفاء فيه. وأنا متأكد أنه ابن رشد ستحظى يمكن بجل اهتمام أبو خالد، وبجل اهتمام أبو خالد وبجل عمله من خلال المنصب اللي حيكون فيه، ولن ينسى ابن رشد. وإن شاء الله تعالى نحتفل سوياً بإنجاز لأبو خالد وبإنجاز لأبو الرشد، ونكون فيه فريق تيم واحد كان له الفضل في إنجاح هذه الشركة اللي أحد رموز إنجاحها في الفترة الأخيرة هو نواف الزهراني أبو خالد. حقيقة أن أبو خالد نواف في منصبه الجديد نتمنى له ونرجو له كل التوفيق بإذن الله تعالى. أنا أعتقد نواف سفير فوق العادة لأبو الرشد، حيكون بإذن الله موفق. أعتقد ذهابه للسابق الأم في خدمة سابق بشكل عام حيكون خدمة كبيرة لبروشت، نورمال بروجريشن لرجل في الصيانة وفي العمليات. أعتقد أنه حيكون ذي فائدة كبيرة للمستوى الشخصي لنواف، وكذلك لسابق الأم، وكذلك لشركتنا بروشت. فأعتقد أنها إضافة كبيرة. نرجو له كل التوفيق والسداد بإذن الله. ونواف كده أتمنى لك في وظيفتك الجديدة حياة سعيدة وموفقة لتكمل مسيرة النجاح التي تعودت عليها لخدمة وطنك. At last I want to say I love you my brother. النهاية أتمنى لك التوفيق يا نواف، وعندي إحساس أنه يا حتجيني في ينبع يا حتجيك أنا في الجبل، فما في فك. أتمنى له كل التوفيق في حياته العملية وفي حياته الاجتماعية، أهنئه وذويه وأسرته بهذا النجاح الباهر، وأتمنى أن يكون إضافة إلى هذا الوطن المعطاء. أهنئك في حفلك هذا الذي يحتفل فيه زملائك بوداعك إلى عمل آخر، فكن ابني العزيز وفيا مع زملائك السابقين، وكن صديقا لزملائك القادمين في عملك الجديد. أمنياتي لك بحياة سعيدة في عملك، وحياة سعيدة مع أسرتك الصغيرة والكبيرة. في العمل وفي الحياة عموما يعني لابد من يعني الاجتماع والافتراق. العمل مع أبو خالد في الشركة يعني استمر نحو 20 سنة، ما هي فترة يعني بسيطة. كون علاقات قوية وكبيرة مع جميع الزملاء. خروج من أبو خالد في هذه الفترة من الشركة بقدر ما هو يعني جيد ومهم، لأن فيها يعني نقلة إلى مكان أفضل وعمل أفضل. إن شاء الله تعالى متأكدين من أبو خالد بيضيف أيضا يعني إضافة مميزة في العمل الجديد. لكن في بالنسبة لابن رشد هو عبارة عن فقد يعني طاقة وهامة عالية في العمل، زميل متميز جدا بحضوره الإنساني، حضوره الفني، الإداري والقيادي. لكن إن شاء الله تعالى أيضا عمل أبو خالد القادم أيضا له علاقة بابن رشد، فسيستمر التواصل مع أبو خالد. نتمنى له إن شاء الله التوفيق. أيضا نحتاج أبو خالد أيضا يضيف لمسات أيضا فيما يتعلق بأعمال ابن رشد من خلال الوظيفة الجديدة.
ويعني متأكدين إن شاء الله نشوف أبو خالد من أفضل إلى أفضل.